يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ والله بصوا انا هحكي لكم الحكايه من اولها وبعدين يلا نبدا بينا واقول لكم تجربتي عشان يمكن حد يستفيد. انا بدات رجيم من ثلاث اسابيع، ده الاسبوع الثالث، ده اول يوم في الاسبوع الثالث. كنت وزني زايد بشكل كبير جدا، كنت جالي تعب، مش حابب احكي كتير جدا بس انا حكيت على الستوري. اول ما جيت بدات جالي تعب كده كان غريب قوي، طول 27 يوم 28، ناس قالت كورونا وناس قالت لا، المهم اللي هو كان تعب طويل كمل 28 يوم بعد ما عملت كل السونار والتحاليل وكله ما كانش كورونا بس كان مهمدني جدا، كنت باكل كتير قوي فوزني زاد في الفتره دي برغم اني كنت نزلت الفتره اللي قبلها. فقررت بعد فتره طبعا تفص، انا بقى كنت لما جالي التعب قلت انا زودت كمان فيها وقعدت اكل كتير جدا وقلت ما صدقت، قمت دايس جامد حتى بعد 27 يوم دول واكلت اكل كتير جدا، وزني زاد بشكل مرعب جدا لدرجه ان انا وصلت 108.5 كيلو، والتيشيرتات بدات تبان عليا ووزني بدا يزيد. حبيت بعد كده ان انا ابدا رجيم، بدات معاكم في اول يوم من 3 اسابيع بالظبط، وكنت حاطط لكم الموازين بتاعتي وهحط والحاجات اللي انا كنت باخدها. طبعا عملت رجيم والرجيم ده انا احط لكم اسبوع باسبوع ايه اللي ممكن تاكلوه. رجيم كويس قوي، ما هوش كيتو، الكيتو بياكل معايا بشكل كبير جدا، انا من الناس اللي بتحب الكيتو على فكره، يعني عملته قبل كده 3 4 مرات والكيتو بينسف نصف معايا، اكتر رجيم بينسف معايا، ولكن الكيتو مرهق في اوله بالاخص، وانا كان عندي زي ما قلت لكم شغل جامد جدا، فبدات بالرجيم اللي انا بدات بيه، ولكن يعني اللي انا عملته هقول لكم عليه، هو ما بتعبش وكان جامد جدا وما حسيتش بجوع الا في بعض الايام طبعا عشان ما اكذبش، حسيت بجوع في بعض الايام ولكن الدنيا كانت لذيذه، يعني الدنيا كانت لذيذه في الاخر، ما حسيتش بارهاق ولا حسيت باي تعب ودست في شغلي جامد، ونزلت كمان الوزن نازل في ده تالت اسبوع، داخل على تالت اسبوع اكتر من 5 كيلو، وده حاجه بالنسبه لي كويسه قوي، ويا رب اكون قدرت يعني اقدر كمان اوصل في الايام الجايه. ولكن هل بس الرجيم اللي انا حاطه لكم ده هو اللي كان بيعمل كده؟ لا، في كمان العلبه الذهبيه دي، اسمها العلبه الذهبيه بالنسبه لي، العلبه دي هي اللي ساعدتني كمان على الحرق وسد الشهيه وكمان امدادي بالطاقه. دي علبه المنتجات اللي من شركه الحناوي اللي مبهره بجد الحاجات بتاعتها وانتاجها المصري بتعمله، فانا حابب ان انا اعرض لكم العلبه ديت علشان تساعدكم في الحرق. هي دي العلبة الذهبية يا سيدي اللي انا بقول لك عليها وبحكي لك عليها، تعال نشوف ايه محتويات العلبة الذهبية ديت علشان يساعدك على الحرق. تعالوا نشوف، اول حاجة معانا هي بذور الشيا وقشور السليم. بذور الشيا وقشور السليم الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعملوا سد شهية. ليه؟ لانهم بينفشوا في البطن، هي مادة بيكونوا مادة جيلاتينية، لو حطيتها، بص طريقة استخدامها بسرعة كده، بتحط في مية، بتحط معلقة في مية وتشربها قبل الاكل بتلت ساعة، بتعمل لك احلى نفش في المعده وبتخليك تاكل قليل وبتسد الشهيه. طبعا لها فوائد كتيره جدا، وممكن كمان بذور الشيا تتحط في السلطه او في الزبادي لانها طعمها كويس، ولها فوائد كبيره جدا للكالسيوم وفيها زنك وفيها حاجات كتيره جدا، الدكاتره بقى يتكلموا احسن مننا في القصه دي، بس دولت مهمين جدا 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 لسد الشهيه. تاني حاجه في محتويات العلبه القهوه الخضراء والشاي الاخضر وكمان معاهم المورينجا الثلاث حاجات دولت بيساعدوا على الحرق بشكل كبير جدا. هنقول لكم بيتعملوا ازاي. الشاي بيتعمل زي الشاي العادي ويتشرب عادي، طبعا كل الناس عارفه الشاي الاخضر، القهوه الخضراء بتتغلي وبعدين بتتصفى، المورينجا بتتعمل زي الشاي، ودول ثلاث حاجات بيساعدوا، بيدمروا مش بيحرقوا، دول بيدمروا بيدمروا جامدين جدا وهيساعدوا على الحرق. اخر حاجه معانا بقى دي المعجزه، معجزه بمعنى كلمه معجزه، المعجزه بقى هي شاي الماتش. شاي الماتش ده بقى يا جماعه حدث ولا حرج، بيحرق جامد جدا، بيقوي الذاكره، بيديك طاقه، بيديك باور. انا بنصح بجد بجد بجد، بتعمل جيم او ما بتعملش لازم تشرب شاي ماتش، لانه مهم جدا 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 فعلا، ده اعجاز، ده مش بيحرق بس، ده كمان بيقوي الذاكره، بيخليك زي ما قلت لكم، بيعمل له فوائد كتيره جدا مش حابب اتكلم فيها بشكل طبي علشان الناس ما تقولش انت يا عم مش دكتور، انا بتكلم بتجربتي الشخصيه، تجربتي الشخصيه ده اقوى حاجه كمان في العلبه. الحاجات زي ما قلت لكم هتاخدوها، لو حابين تجيبوها هتجيبوها اونلاين من شركه الحناوي، وانا هحط لكم كل حاجاتها تحت. اتمنى ان شاء الله لو حد جاب الحاجات تفيده، لانها فعلا اللي هيبدا في الرجيم دي حاجات هتساعده جدا وهتقوي الحرق عنده، وتقوي كمان مناعته، في بعض الحاجات بتقوي المناعه، فانت كده كمان هتستفيد بشكل قوي جدا، وان شاء الله وزنك ينزل ان شاء الله نتقابل واحنا اجسامنا فت بقى ومن غير اي تعب، سلام، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير.